قرار تاريخي ينصف الصحراء الغربية في معركتها القانونية وينتصر لشعبها ويعيد الحق لأصحابه. قرار يمنع الاحتلال المغربي بالتحكم ونهب ثروات الشعب الصحراوي بإلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي حول استغلال المنتجات الزراعية والصيد البحري، بل تقر محكمة العدل الأوروبية أن الاحتلال المغربي لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية ولا يمكن إدراج الإقليم المحتل في أي اتفاقية. La cour grande chambre déclare arrêt 1 وعليه تعلن المحكمة في الغرفة الكبرى وتقرر ما يلي: أولاً، ترفض الأحكام. ثانياً، لا يوجد مكان لإبداء الرأي حول الطلبات المتعلقة بالحفاظ على آثار قرار المجلس 441/2019. ثالثاً، تتحمل المفوضية والمجلس نفقاتهما الخاصة وكذلك النفقات التي تتحملها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء مواد الذهب في إطار الأحكام الحالية. ضربة موجعة تشبه تلك التي أدان فيها البرلمان الأوروبي الاحتلال المغربي بتوزيع الرشاوي على البرلمانيين، إذ رفضت المحكمة الأوروبية توقيعات جلبها المحتل المغربي لمواطنين لا علاقة لهم بأصحاب الأرض، وهو ما كشفت عنه المحكمة بعد التحقيق في الأمر. بموجبها قضت ببطلان الطعون التي كان قد قدمها ديسمبر سنة 2021، قدمها المجلس والمفوضية ضد قرار المحكمة العامة الأوروبية التي كانت قد قضت بإلغاء هذه الاتفاقيات، وأيضا حكم آخر يتعلق بالشكوى التي قدمتها نقابة المزارعين الفرنسيين. واليوم محكمة العدل الأوروبية قضت أيضا، اتخذت قرار بأنه يجب على فرنسا خاصة احترام القوانين السارية في الاتحاد الأوروبي من خلال حظر استيراد سلع من الصحراء الغربية على أساس أنها سلع من بلد الاحتلال اللي هو المملكة المغربية. يأتي هذا الحكم في أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حين أبطلت المحكمة بالفعل تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي على الصحراء الغربية. أود أن أهنئ جبهة البوليساريو على هذه المعركة، معركة سياسية وقانونية. هذا الحكم مهم للغاية لأنه يشكك في المفوضية الأوروبية ويشكك في الحكومة الإسبانية ودول الأعضاء الأخرى. وأقول أيضا أن الغرب سرق موارد الصحراء الغربية من الصيد والزراعة. وقد أكدت المحكمة باستمرار أن الصحراء الغربية هي إقليم منفصل ولا يمتلك الاحتلال المغربي أي تفويض لإدارته. هو انتصار للشعب الصحراوي الذي بموجبه تأكد الإلغاء النهائي للاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الغير شرعية على أراضي الصحراء الغربية. المحكمة أكدت أنه بدون إرادة الشعب الصحراوي لا يمكن استغلال ثرواته في الأراضي المحتلة. سبعة أحكام صادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي حول اتفاقيات غير شرعية بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي، ما يؤكد الانتهاكات والتجاوزات واستغلال الاحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي.